الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر أكتوبر لعام 2021. استلمت مديرية الطاف بنا كمية من لحوم الأضاحي وقدرها 4 طن. اليوم الجمعة 1/10/2021 استلمت مديرية الطاف الغربية الدفن 15 من لحوم سقوط الأضاحي ومقدارها 4 أطنان. الحمد لله وصول الدفعة 8 سقوط الأضاحي إلى مديرية الطاف الأولى. يصل إجمالي ما تم إرساله من وزارة الأوقاف إلى مديرية الأوقاف الروح إن شاء الله اليوم 16 طن. وصلت إلى مديرية أوقاف أصوال الدفعة 9 بحمولة 4 طن، ليصل عدد إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف أصوال حتى الآن حمولة 36 طن من لحوم صكوك الأضاحي، وذلك في يوم الجمعة الموافق 1/10/2021. وكل عام وأنتم بخير.